Donc, faire de la scène les quatre jumeaux bien Antigone et Aimon, ils se réconcilient après une dispute amoureuse. Faire de la machine de Radit Salho, mais une bête m'a d'abzo le barrage de base les voix à TF. Antigone, elle prend une décision, celle de se séparer d'Aimon. خدات واحد القرار انها غادي تفارق مع ايمو افون دو لانفورمي قبل ما تخبرو اونتيغون لوي في جوري دو نو با بوزي اوكين كيسيون فهي بغات تخبرو انها غادي تفارق معاه ولكن قبل خلاتو يوعدها انه ما يطرح حتى شي سؤال بيان سور في الاخير غادي تقول ليه انا غادي نتفارق معاه فطلبت منه يخرج وبلا ما يطرح الاسئله وداكشي اللي دار ولكن هو ما فهم والو صحابته مثلا غير ان ديسبوت اللي هي نورمال صافي قالت من بعد ونرجع ولكن هي راها بحال اللي كدير لو ديرني اديو الايمو يعني هي كتودعو بهذه الطريقه فهاد التصرف ايضا اللي دارتو اونتيغون بحال اللي كتنتقم من كريون لانها كتعذب ليه الابن ديالو باش انها تجرح الاب اللي هو كريون.